أنا بعرف كريم يعني فترة إن مجلس الإدارة مختلف على أحمد حسام ميدو، في ناس معارضة لم يعرض أحمد حسام ميدو أصلاً على مجلس الإدارة. كانت فكرة قلت يستفيد منها ميدو ويستفيد منها إن أحمد حسام يبقى مساعد مساعد وليف. فكرة جت لي عرضتها على أحمد، فأحمد بعت لي جواب قال لي أنا ليا طلبات 1 2 3 4 كل الطلبات مرفوضة من غير بعد ما أنا مجلس. لا في حد في مجلس الإدارة اعترض ولا لا، لأنه ما شافش أصلا الفكرة ما اتعرضتش على الطلبات. قدم لكم تعالى يا ابني أنت بشكل خالد الردود تعالى. ده مدرب الرياضة البدنية برتغالي مش عارف ده من البرتغال، يعني أنا امبارح حسبت 10 أيام من حوالي 2:30 تعالى. ترجم اللي أنا قلته عشان ما يكونش تاني. صلى الله عليه وسلم. يوصلوا لشيء ان شاء الله السنه دي. وانا لما شفتهم شفت لعيبه كبيره وفريق كبير وده انا بتمنى له التوفيق واقول لكم من فضلكم عايزين نقفل صفحه عمر جابر واحمد توفيق من فضلكم. اللي عايز يوقع فوق دماغنا، اللي مش عايز يوقع هو حر. مفيش لاعب ليه مليم متاخر عندي. كلامي واضح. مستر